السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه المتابعة الخاصة التي سنتناول فيها الذكرى العاشرة لتظاهرات ثورة 25 من شباط التي انطلقت بالتزامن مع ثورات الربيع العربي، وكانت تهدف إلى تغيير الطبقة السياسية التي جاءت بعد العام 2003 وتعديل الدستور الذي أسس للمحاصصة الطائفية والقضاء على الفساد المنتشر في البلاد. مشاهدينا الكرام، سيكون معنا في هذه المتابعة الخاصة في الاستوديو الصحفي والإعلامي العراقي الأستاذ حسين دلي، وعبر سكايب من بغداد أستاذ العلوم السياسية الدكتور قحطان الخفاجي، كما سينضم إلينا عبر سكايب أيضا من بغداد عضو اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين السيد علي عزيز، وسيلتحق بنا عبر الهاتف من الناصرية الناشط في التظاهرات محمد الخياط. قبل البدء نذهب إلى هذا التقرير ثم نعود. محاصصة محاصصة، دم الشعب ما أرخص. 10 سنوات مرت على أولى الصرخات المنادية بإنقاذ العراق، هي جزء من 17 عاما اختطفت من عمر العراقيين. حينها أرادوا النجاة بأنفسهم ووطنهم قبل أن يواجههم الرصاص الحي. في 25 من شباط 2011 كان العراقيون على موعد مع ثورة وطنية خالصة تواكب مثيلاتها في مصر وتونس وليبيا، فأطلق النشطاء حملة واسعة لحث الناس على التظاهرات، فلبى العراقيون الدعوة وتوافدوا إلى ساحة التحرير منذ ساعات الصباح الأولى. تعددت الشعارات الساخطة على الوضع آنذاك حتى توجها شعار واحد: الشعب يريد إسقاط النظام، ليرتفع سقفها بالمطالبة بمحاكمة المجرمين وسراق المال العام والذين ينتهكون حقوق الإنسان، وعلى رأسهم نور المالكي رئيس الحكومة آنذاك. رواتبكم يا حكام تتلهبوها من الأيتام. من ساحة التحرير بدأت شرارة الثورة ووصلت إلى البصرة ونينوى وواسط والرمادي، حتى وصل عدد المدن والأقضية المنتفضة 52. سيطر المتظاهرون على عدة مقرات حكومية في الموصل والحويجة، فيما أزاح ثوار ساحة التحرير الكتل الكونكريتية من على جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء التي احتشد المتظاهرون أمام بواباتها، قبل أن يباغتهم رصاص القوات الحكومية وقناصيها الذين اعتلوا أسطح الأبنية المحيطة بساحة التحرير وباشروا مشهد قتل للمتظاهرين قل نظيره في العالم. ركب الحراك الشعبي لم يتوقف، فما إن يهدأ قليلا حتى تشتعل جذوته مرة أخرى، فانتفضت محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وديالى وعدة مناطق في بغداد، ونظم أهلها اعتصامات مفتوحة ضد سياسات المالكي، كما طالبوا بالحقوق المشروعة والإفراج عن المعتقلات أواخر عام 2012. ثم لاقوا المصير ذاته حينما هاجمت القوات الحكومية ساحات التظاهر نهاية 2013، فقتلت العشرات واعتقلت المئات. لم يهنأ حكام العراق بعام حكم رغيد دون أن يحاول العراقيون الخلاص، فشهد العام 2015 عدة مظاهرات أوصلت بالعام 2018 عندما شهدت البصرة موجة احتجاجات عارمة على سوء الخدمات، لتتوج ثورة تشرين مسار الحراك الشعبي بتظاهرات واعتصامات استغرقت عاما كاملا، أعطى العراقيون خلاله أكثر من 1000 شهيد ونحو 30,000 جريح برصاص القوات الحكومية والميليشيات. وما زال الشعب إلى اليوم ينهض كلما سنحت له الفرصة، وسيصل مبتغاه قريبا طالما صدق العزم من الجموع. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في هذه المتابعة الخاصة بمناسبة الذكرى العاشرة لمظاهرات 25 من شباط التي شهدها العراق في العاصمة بغداد. نبدأ من الأستاذ علي عزيز عضو اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين، معنا عبر الهاتف من بغداد. أهلا بك أستاذ علي. أهلا وسهلا. نبدأ باستذكار أو كيف يستذكر ثوار تشرين المتظاهرون أحداث 25 من شباط بعد مرور 10 سنوات
عليها، وأيضا عندما شهدت الكثير من الدماء التي سالت من العراقيين نتيجة القمع الحكومي؟ طبعا أكيد نستذكرها، ولا سيما أنه استذكرنا لهذه المناسبة 25 شباط اللي هي الذكرى العاشرة. نعم. طبعا دا يتزامن مع أحداث أليمة ومريرة يمكن نشوفها ونشهدها ونسمعها بما دا يصير اليوم بالناصرية. نعم. وقبل الناصرية بعموم العراق. طبعا أنا بس يعني أحب يعني أضيف أكثر للريبورتاج اللي سويت وحضرتكم، تفضل، إن كل هذه الثورات اللي صارت بالعراق منذ الاحتلال، منذ الغزو الأمريكي عام 2003 ولحد الآن، هذه جميعها أدت إلى ثورة تشرين. فلذلك اليوم، نعم، هي ثورة تشرين نعتبرها هي عروس الثورات في العراق. ثورة تشرين اللي اندلعت بسنة 2019 1 تشرين الأول لم تطفأ لحد الآن، لا تزال تلمع وتبرق وشرارتها لا تزال قادحة. نعم. ثورة تشرين الآن بانتظارها يمكن محطة واحدة أو محطتين قبل النصر. وما هي هذه المحطات أو هاتين المحطتين؟ عفوا، ما هاتين المحطتين اللتين تنتظران ثورة تشرين؟ هذه المحطتين هي بصراحة أقول لك هذا نتيجة يعني عمل مضني صار إحنا نعمل به من 2019 الشهر العاشر ولحد الآن. طبعا طرق عديدة عندنا حتى وصلنا لهذه النقطة، والنقطتين اللي إحنا شخصناها وخليناها صوب عيوننا ما راح نقدر نعلن عنها ونصرح عنها، لكن إحنا نواعد الناس والعراقيون بشكل خاص طبعا وكل الوطن العربي بشكل عام نقدر نقول انه سنة 2021 هي هذه سنة الخلاص، سنة عودة العراق الى حضن العربي والى حاضنته، وسنة عودة العراقيين الى بلدهم والتحرر من كل هذه الزمرة الفاسدة القاتلة اللي تحكمنا من 2003 لحد الان، واحنا متفائلين خير ان شاء الله خلال النصف الاول من هذه السنة. طيب سيد علي خليك ويا لو سمحت انتقل للاستاذ او الدكتور قحطان الخفاجي استاذ العلوم السياسيه عبر سكايب من بغداد. اهلا بكم دكتور قحطان. يعني 10 سنوات مرت على اول انتفاضه شعبيه عراقيه بعد الاحتلال، الى اي مدى تاثرت انتفاضه تشرين بالموجه الاولى من ثورات الربيع العربي التي انطلقت من تونس وتاججت في مصر؟ حياك الله وبياك وحيا القناه وحيا ضيفك الكريم ومشاهدينا الكرام. لكي نكون دقيقين وعلميين أيضا، أن حالة الربط المجردة بين تشرين وبين الحراك الشعبي السابق سواء في 25 شباط قبل 10 سنوات أو التي تلتها هي ليس بالضرورة علاقة عضوية مجردة آلية، بقدر ما هي علاقة إدراك متكامل للعراقيين استدرج هذا الإدراك بناء على معطيات واقعية وبناء على إخفاقات عملية من قبل العملية السياسية، زد على ذلك الانتماء العراقي إلى العمق الحقيقي العربي والإسلامي الحقيقي. لذلك أنا أرى أن الحراك الشعبي بدأ في 10 أو قبل نسبيا أو 10، ثم حتى الذي امتطاها الصدر عام 15 هو جاء نتيجة لأن العراق بقدرته وأدراكه الشعبي العام يتقاطع مع الآلية التي فرضت على العراق كسرا بعد 2003. ولكن على ما يبدو أن العراقيين لهم القدرة العالية على استيعاب حجم الفعل ضد العراقيين ب 2003، واستطاع هذا العراق بإرادة عراقية أن لمدة حوالي 7 سنوات أن ينهض ويستدرك ويستقيم بالخط السليم. ثورة تشرين جاءت استكمالا روحيا قناعيا إدراكيا، وليس بالضرورة أن إدراكا أو ربط عضوي، علما أنه كثير من الإخوان الذين شاركوا في إشباط 2010 هم في الانتظارات اللاحقة وفي تشرين، ولعل أنا أحدهم ولا أبالغ، وقد يكون أخونا علي عزيز كذلك أحدهم. إذن هي إدراك متكامل متنامي للعراقيين بضرورة التغيير وبخلل الكبير في العملية السياسية القائمة. نعم. سأعود لك بعد قليل دكتور قحطان. أرحب بالأستاذ حسين دلي الصحفي والإعلامي العراقي، أهلا بك حياكم الله. أستاذ حسين، بعد 8 سنوات الآن نتابع تظاهرات، أو 10 سنوات من 25 شباط لغاية اليوم، تظاهرات مختلفة ما عدا 2016 التي كانت تابعة لمقتدى الصدر. هذه التظاهرات كانت تحظى بتأييد من الحكومات لكن بنفس الوقت تقمع،
من الذي يقمع إذن إن كانت الحكومات قد أعلنت أو صرحت بدعمها لهذه المظاهرات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لكم وتحية لضيفيك الكريمين وجمهوركم الكريم. الحقيقة أنه الأسباب التي أدت في اندلاع الثورات العراقية المتعاقبة منذ 2011 إلى 2020 هي نفسها المرض الحكومي المسمى بالعملية السياسية الذي ابتلي فيه العراق منذ الاحتلال إلى اليوم. تراكم الفساد، تصاعد عمليات السرقة والنهب المبرمج للثروات العراقية هي أدت إلى هذه الثورات. ولذلك الحريصون والقائمون على عمليات النهب المستمر والفساد المستشر في الحكومة العراقية، الحكومات العراقية المتعاقبة، هم أنفسهم الذين يقومون بالقمع، لكن هذا القمع يتخذ أشكال مختلفة. فكان مثلا في حكم أيام نور المالكي الذي اندلعت أولى الثورات عليه في 2011 تتخذ شكل الاتهامات أولا إلى الجمهور المتظاهرين بالبعثية، بالانتماء للجماعات المسلحة، بأنها ثورة أو انتفاضة أو مظاهرات مدفوعة الثمن من الخارج، ثم يعقبها عمليات اعتقال مبرمجة، ثم نشهد بعد ذلك خطف للمتظاهرين للناشطين. هذه الوسائل، هذه الأساليب المتبعة المتكررة في ردود الفعل من الحكومات العراقية على المظاهرات، على الانتفاضات العراقية الشعبية، تتكرر بذات النسق وبذات النهج تجاه المتظاهرين و الحركات الشعبية التي تدفع باتجاه حصول التغيير والإصلاح. وهذا القمع كما قلنا يتدرج من الاتهام ثم الخطف ثم الاعتقال ثم التعذيب ثم عملية وعد القائمين على هذه الانتفاضات الشعبية بعمليات الاستهداف المباشر، ثم تجير الشارع العراقي ضد هذه المظاهرات والاستعانة بالأحزاب السياسية وأنصار الأحزاب السياسية لاتهام هذه المظاهرات بأنها تؤذي الشارع العراقي كما شهدنا في 2020. فهذه العمليات القمع تقوم عليها الحكومات المتتالية المتتابعة وتدعمها الأحزاب المستفيدة من هذه الحكومات. في 2011-25 شباط المالكي أعطى 100 يوم مهلة ووعود منها 100 يوم بأنه سيحقق الكثير من هذه الأمور خلال 100 يوم، لم يتحقق أي منها، وجاءت فيما بعد في 2016 وأعطى الصدر وقتها للعبادي أيضا مهلة 100 يوم ولم يتحقق شيء. ما هذه 100 يوم التي يتلاعبون بها مع العراقيين؟ طبعا هذه ما تعرف بعلم السياسة هو البنج أو المخدر. هذه كل الحكومات الفاسدة القمعية تلجأ إلى هذه المهلة بغية امتصاص زخم الثورات الشعبية ومحاولة تفرقة القيادات التي تقوم عليها هذه الثورات، بغية إعطاء صبغة بأن هذه الحكومات تتمتع بالديمقراطية، وما رأيناه هو أفسد ديمقراطية شهدها بلد في العالم. هذه المهلة كما قلت تعطى لأجل أنه أولاً يعني هي في علم السياسة أيضاً، مثل ما الثوريون يدرسون فن التظاهر وكيفية محاولات التغيير، فإن الحكومات نفسها تدرس عمليات القمع وفن القمع وفن التخدير وفن التفريق بين المتظاهرين، بعضهم مثل ما شهدنا في هذه الحكومات يتم استدراجهم في بعض المناصب بأن الحكومة تحتاج إلى بعض الأصوات الثورية لمساعدتها في الإصلاح في برمجة عملية التغيير، لكن نرى أن للأسف بعض الأصوات الشعبية تنجرف تنحرف عن المسار الثوري الصحيح، بعض الأصوات بفعل التخدير أو بفعل الضغط أو بفعل القمع تلجأ إلى الركون و كما يقال في المصري تمشي جنب الحيط، وهناك الفئة تواصل الخط الثوري
نهج الانتفاضة. فهذه عمليات التخدير نفس الأسلوب كما قلنا تلجأ إليه الحكومات، لكن مجرد أن الشكل يختلف. طيب أستاذ علي عزيز، استمعت إلى حديث الدكتور قحطان الخفاجي، قال بأنه شرائح مختلفة من العراقيين كانوا مشاركين في 25 شباط، وهم أيضا الآن نراهم في ثورة تشرين، وهناك أجيال يعني وعت على ثورة تشرين لم تكن قد شاركت أو قد وعت على 25 شباط. كيف تابعتم أنتم في ثورة تشرين الآن تشاركون وترون هذا الوعي المتنامي بالنسبة للأجيال التي تعاقبت منذ 2011 ولغاية اليوم إلى أن وصلت إلى ثورة تشرين؟ نعم والله بصراحة يعني إحنا متفاجئين اليوم، إحنا يعني إحنا اليوم اللي أعمارنا اللي نقول إحنا أكبر من الشباب اللي بالعشرينات، إحنا اليوم بالأربعينات، متفاجئين بهذا هذا الاندفاع القوي لدى الشباب، هذا الوعي، هذا التطلع الحرية والديمقراطية الحقيقية اللي أبدا ما لمسوها. يعني اليوم إحنا من نجي نسمع شاب يقارن العراق ما قبل الاحتلال والعراق ما بعد الاحتلال، هو عمره أساسا ولد ما بعد الاحتلال. فإذا هذا ما معناته أنت الآن يعني الثورة أصبحت واجب عليك وليس فضل. يعني هو ما نطلع إحنا نثور حتى نقول إنه إحنا ثوار وإحنا فئة قليلة مثلا أو فئة كذا، لا، صارت الثورة واجب على العراقيين لطالما هذه هي الأجيال. فلذلك اليوم إحنا نشوف اليوم يعني اندفاع الشباب، يعني لو تشوف اليوم والله اليوم أنا طبعا بعيد عن الناصرية حاليا، لو تشوف الفيديوهات اللي توصلني من الناصرية، دول الشباب المراهقين اللي ما بيهم بعد حتى 18 سنة، يعني سن الرشد ما بلغوا، تشوف هالبطولة وهالشهامة وشلون يركض وشلون يروح وشلون يخلص صديقة اللي يعتقلوه وشلون يشيد بالشاب حتى يخلص الشاب اللي رمته قوات مكافحة الشغب بالناصرية اليوم أمس اللي رموه بالشاب. فلذلك يعني اليوم إحنا عندنا جيل عراقي حي ثق واعتقد ثورة تشرين راح تنتصر، وانتصارها راح يكون مبين خلال إن شاء الله النصف الأول من هذا العام. طيب لكن في نفس الوقت الذي تتحدث به حضرتك عن الوعي المتنامي، استمعت إلى حديث أستاذ حسين دلي قال بأنه عمليات التخدير الحكومية المتبعة إن كانت من حكومة المالكة أو الحكومات التي جاءت بعدها استطاعت فعلا أن تؤثر على فئة إن كانت قليلة أو كثيرة بغض النظر ما هي أعدادهم أو نسبتهم، لكن استطاعت أن تؤثر على مجموعة من المتظاهرين أو المشاركين في التظاهرات بأنه أعادت قسما منهم إلى بيوتهم، أخافت قسما آخر، جعلت قسما ينتمي إلى العملية السياسية بشكل أو بآخر. طيب كيف يؤثر برأيك هذا الموضوع على ثورة تشرين؟ إذا نتحدث اليوم إحنا ثورة تشرين الآن أيضا تقابل بوعود حكومية، تقابل بمحاولات تخديرية من قبل السلطات، هل ترى بأن هذا الموضوع أثر على ثورة تشرين؟ استطاع أن يكسر هذه الحواجز التي وضعها الثوار؟ سيدي أولا خلينا نكون واقعيين، لكل قاعدة شواذ وبالتالي ثورة تشرين كذلك نجحت الحكومة باختراقها عبر أجهزتها الاستخبارية والأمنية والمخابرة. أنت لا تنسى سيدي وعلى الشعب أن يعي حقيقة، احنا دا نقاتل ونقارع نظام عمره 18 سنة. يعني دك الركائز وثبتها، ثبت ركائز ميليشاوية عصابتية ركزوها، نال اعتراف العالم كله. أخي حربنا مو سهل هاي ثورة تشرين، أكيد يخترقون أمنيا، يخترقون استخباريا، أما بالنسبة للشباب اللي يتم التغرير بيهم فأكيد لكل قاعدة شواذ. وهذا اللي تتمارسه هذه السلطة أو القبلها أو القبلها وبشكل عام النظام السياسي اللي جاب المحتل الأمريكي، هذول يمارسون هم يعني بنظرهم إنه يضحكون على الشعب ويخدروا وينومونه أو ينطوا مورفين، هذا هم يمارسون. أنا أقدر أشبهها بشيء واحد، هذا هو تأثير نفس قوية بنفس ضعيفة، مثل ما يسوون السحرة والمشعوذين والتجالين باللي مؤمنين فيهم. فاللي ما مؤمن بهذولا ومتأثر بفكرهم ثورة تشرين أساسا هي سوف ترفضه. طيب. أما نجي إحنا على المالكي والصدر والعبادي، أخي دولا لا تصفهم رجال دولة أو سلطة، أو صفهم بأنهم مجرمين قتلة من مقتدى الصدر، هذا أكبر مجرم بحق الشعب العراقي، هذا أسس أول ميليشيا مجرمة طائفية. ومن المالكي أشد منه جرما، المالكي بعد ما صارت ما اكتسب هل
هالشهرة هذا وإجا للعراق على الدبابة الأمريكية، هو فجر السفارة العراقية في بيروت. طيب هو والمجرم أبو مهدي. سأعود إليك بعد قليل أستاذ علي. دكتور قحطان الخفاجي، يتنامى الوعي لدى العراقيين الآن في ثورة تشرين، لكن يعني الآن نتابع أيضا بأن هناك محاولات لإجهاض هذه الثورة كما كانت موجودة. في نفس الوقت وجدنا أن ثورة تشرين تميزت بشيء ربما اختلف عن 25 إشباط وما تلاها من مظاهرات، وهي رفع شعار إسقاط النظام. ربما كان هذا أمرا ميزها قليلا. موضوع إسقاط النظام، لماذا تأخر إلى أن وصل الآن بعد 18 عاما تقريبا من الاحتلال استطاع العراقيون أن يرفعوا هذا الشعار؟ قبلها ونكون صريحين، خرجت مظاهرات تطالب ببعض المطالب، لم تكن قد حملت شعارا عاما يسقط النظام ويغير الدستور ويحل البرلمان وغيرها من هذه الشعارات. حياك الله أخي العزيز. لا ننسى حقيقة بعد 2003 بعد الاحتلال انجازنا القول أو الوصف أن صدمة كبيرة صدمت الشعب العراقي وجعلته في وضع شبه سبات أو تقييم أو تأني بين الوعود المزيفة أو الوعود البراقة التي جاءت بها الاحتلال ورموز الاحتلال والمسألة المذهبية التي غلبت عليها، وأيضا مطاردة الوطنيين ومطاردة من يدعي العلاقة بالعراق وبعمق العربي أو عمق الإسلامي الصحيح فوق الطائفي. جعل الفترة العراقية من الاحتلال إلى 2010 تمر بنوع من السبات، أو إلى حد معين ممكن نقول أنها بعملية امتصاص زخم الهجوم المضاد على العراق. عملية الإدراك وعملية الحراك في كل مجتمعات العالم تعتمد على ثلاث ركائز أساسية. أولا طبيعة التكوين الفكري للمجتمع، اثنين طبيعة الثوابت القائمة، ثلاثة المتغيرات الحولية أو المتغيرات الطبيعية. فالفقرة الأولى، العراق في طبيعته، عراق من بلد أو من مجتمع معروف عبر التاريخ بلد ولاد معطاء ذو عقلة وبصيرة قادحة. اثنين الثوابت، والعراق جبل على الثوابت الوطنية، ثوابت التحرير، ثوابت الكرامة، ثوابت العز. المتغيرات هي الوعود التي أطلقت بعد 2003، فكانت الوعود كلها مزيفة خاطئة جعلت الثوابت تنهض من جديد، والإدراك المسبق الذي قلنا عليه التكوين الطبيعي المميز للعراقيين جعل العراقيين ينتفضون بدءا من 2010. الشيء الذي أحب أن أذكره هنا في طبيعة ثورة تشرين المتميزة ليس فقط عن سابقاتها في العراق، بل متميزة عن كل ثورات الشعبية في العالم عبر التاريخ. لماذا؟ للأسباب التالية. أولا هذه ثورة شعبية عراقية بحتة خرجت من معاناة، هذه قد تشابه آخريات، ولكن أن يخرج شعب عراقي أعزل على ثلاث جهات قاتلة مدمرة، وهي الجهة الرسمية الحكومية في المنطقة الخضراء الغبراء، جهات حزبية ذات ميليشيات قاتلة أنانية ومفاسدة بكل مقاييس. اثنين ضد الدولة العميقة التي تمتلك ميليشيات أقوى من ميليشيات الدولة الرسمية التي تقتل وتبطش. هذه الدولة العميقة دولة جبارة الآن تناهض وتقاوم حتى الأمريكان بغض النظر عن نظر من سيفوز أو من هو الصح أو الخطأ. ثالث جهة التي تقاومها ثورة تشرين هي أطراف دولية فعالة إقليمية فعالة في مقدمتها إيران. إذا ثوار تشرين الشباب الذي عمره كما قال أخوي عزيز أقل حتى من عمر بداية الاحتلال أدرك حجم الخطر المتأتي. إذا نحن أمام ثلاث قوى قاتلة مجرمة وبقيت الثورة وأعطى دلالات الوطنية واستمرت بسميتها وشهد العالم بها، فهي دالة تتميز عن كل ثورات العالم. نعود الى ميزه ثوره تشرين. نعم، والحمد لله تشرين اسمها قريب الى ثوره العشرين، وهي ايضا بعد الذكرى المئويه لها. وهي داله على وطنيتها كما تلك الثوره. اذا هذه الثوره اخي العزيز حاول الكثير طبعا امتطائها وسرقتها. سرقت الحراك سابقا باشكال مختلفه بالوعود اللي هي 100 يوم او غيرها. بالنسبه 100 يوم هي صيغه معروفه دوليه، حتى في أمريكا تعطى 100 يوم يدلل الحكومة على مصداقية التزامها ببرنامجها، ولكن في العراق تم استخدامها بصورة سيئة. اثنين انتطاها أحد رموز العملية السياسية وسرقها في عام 16 اللي هو الصدر. الآن تجردت ثورة تشرين عن كل انتماء وكل انتساب سوى انتساب للعراق، ولذلك بقيت وصمت. أنا أتوقع نعم ثورة تشرين
ستكون هي المفصل المحرك، ولكن أرادوا أن يسرقوا أساس أهدافها. ليس لغرض إجراء انتخابات وليس لغرض مشاركة في الانتخابات كما يقول وعود أنها يساهمون أو يعطون فرصة للاشتراك، لا، لتغيير العملية السياسية برمتها ومحاسبة الفاسدين هو تغيير الآليات. إذا الثورة باقية ثابتة، لذلك ثوابت الثورة هي التي تقيم حتى أشخاصها. فالذي يخرج من الثورة ويرفع علمها ثم يذهب مع الحكومة بأي شكل من الأشكال يسقط في ثوابت الثورة ومن شعبية الثورة. إذا الثورة ثابتة بثوابتها وباستمراريتها وبآلياتها، والنصر بإذن الله للعراق وشعب العراق. أستاذ حسين دلي، الآن بعد 10 سنوات من المظاهرات وصلنا إلى ثورة تشرين، الآن ربما أيضا نستنبط من حديث الدكتور قحطان بأنه هذه الثورات تقمع، ولكن لو حظيت بدعم دولي لكان الأمر مختلفا. لماذا لا يوجد دعم دولي للتحركات الشعبية وهناك دول عالم تتحدث عن مناصرتها للمدنيين، لحقوق الإنسان، لحرية التعبير عن الرأي؟ أين هي من هذه الثورات التي تقمع؟ يعني بطبيعة الحال من درس تاريخ العراق عبر العصور المختلفة وصولا إلى العراق بشكله الحالي، نعم، يدرك أن هذا البلد لديه مقومات حضارية، تاريخية، مادية، كفاءات بشرية وإمكانات مادية وطبيعة جغرافية. بمجموع هذه الصفات لا يوجد ربما إلا من النادر أن يتمتع بلد بمثل هذه المواصفات. هذه المواصفات انطبعت في صفات العراقيين، في خصالهم، في ثقافتهم الاجتماعية، ومن هذا الخصال هي الصفات الثورية. العراق بلد خير وكان تأثير على شعبه تأثير كبير، ولذلك كان دوره التاريخي مؤثرا على مستوى الإقليم وعلى المنطقة المحيطة به وحتى على مستوى العالم. ليس سرا أن العراق بلد حضارات حكمت العالم، بل كان كثير من الحضارات هي الدولة الأعظم في على مر التاريخ، ولذلك كانت هناك خشية من دور العراق في الحاضر وفي الماضي وتأثيره على مجريات الأحداث. هناك طبعا أسباب اجتماعية، أسباب دينية، أسباب ثقافية تدعو الدول الغالبة في كل فترة لمحاربة أو مواجهة العراق. واليوم في عصرنا الحاضر بوجود دول كبرى مثل الولايات المتحدة، روسيا وحتى الاتحاد الأوروبي يرون في هذا البلد أنه قد يكون محرك حقيقي لقاطرة التغيير في المنطقة لو حدثت. ليس غريبا أن العراق حتى في أوج الحرب الثمانينات مع إيران كان يمثل دافع رئيسية ومحرك رئيسي لكل دول المنطقة، بل أن العراق كان يقود المنطقة العربية، وكان حتى النظام العراقي رغم الأزمة الاقتصادية والاستنزاف الكبير في 8 سنوات من الحرب مع إيران كان هو الرافعة الرئيسية للمد القومي في المنطقة العربية. ولهذا تخشى الدول من تأثير هذا الثقافة العراقية. طبعا من ضمن هذه الثقافة معاداة الكيان الصهيوني، مواجهة الأطماع الفارسية، محاولة استنهاض القيم العربية، المنظومة العربية، باستفادة من الثروات، الكفاءات العربية. وكان العراق تجسيد حقيقي طيلة 70 سنة ماضية للاستفادة الحقيقية من الكفاءات. وهذا الدور وما يمكن أن ينتج عنه لا يرق لكثير من بلدان العالم التي تسعى إلى استغلال هذه المنطقة بحكم أنها تحوي ثروات كبيرة على مستوى النفط والغاز وثروات بشرية هائلة. ولذلك نرى أن عملية التغيير في العراق دائما ما تمر بفترات عصيبة، ولذلك رأينا أن هذا النظام الذي بني منذ 18 سنة على أعين الأمريكيين والدول الغربية والاتحاد الأوروبي وروسيا التي سكتت وتواطأت مع الولايات المتحدة على إنشاء هذا النظام المسخ في العراق وتغيير الهوية الثقافية والفكرية للشعب العراقي. ولذلك فأي محاولة، أي انتفاضة شعبية تسعى للتغيير الشامل في هذه المنظومة السياسية لابد أنها إن لم تكن تقمع من الدول الغربية بمساعدة الحكومات العراقية الفاسدة فإنها على الأقل يتم تجاهلها أو عدم إعطائها أي
دعم أو أهمية، ولذلك رأينا بشكل عجيب كيف أن مجلس الأمن الأمم المتحدة الولايات المتحدة نفسها بصفتها راعية التغيير الجديد في العراق تتنازل أو تتناسى أو تتغافل عمدا المطالب الحقيقية، ولذلك رأينا أن كل عوامل التضامن مع القتلى والشهداء والجرحى والاستهداف المنهج للثورة العراقية كانت تتم بصورة سلبية سيئة لا ترقى لما كان يحظى به ثورات أو تحظى به ثورات شعبية في المنطقة المجاورة. أعتقد وأنا هنا شبه جازم أن العراق لو تغير تغييرا شاملا فسيكون دافعا لكل المنطقة من الشرق إلى المحيط الأطلسي، ولذلك كانت دائما ما يتم تجاهل هذه الثورات ووأدها أو التواطؤ والتجاهل من قبل الدول الغربية. طيب مشاهدينا الكرام، فلنتابع هذا التقرير سريعا ثم نعود. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في هذه المتابعة الخاصة بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 25 من شباط. سيد علي عزيز، استمعت إلى حديث الأستاذ حسين دلي بخصوص الدعم الدولي. إذا كان لا يوجد دعم دولي لتظاهرات العراق بشكل عام لأسباب كثيرة ذكرت واستمعت لها، كيف تتوقعون إذن أن تنجح ثورة تشرين إن كانت لا تحظى بهذا الدعم الدولي أو على الأقل مهمشة بالنسبة للدول العالم الكبرى طبعا وعلى رأسها الولايات المتحدة؟ نعم، طبعا أنا ذكرت يعني قبل قليل بحديثي أنه النظام السياسي الحالي بالعراق نظام لا الاعتراف المجتمع الدولي ككل، يعني مع العلم والمفارقة أنه عملية احتلال العراق وغزو العراق تمت بقرار أمريكي ولم يكن بقرار من مجلس الأمن أو الهيئة العامة للأمم المتحدة نهائيا. كانت روسيا حينها بلد ضعيف جدا، مثل ما كانت روسيا بالتسعين قبل ما تصير حرب الكويت، كانت روسيا انتهت يعني تفككت الاتحاد السوفيتي. فلذلك التسعين والواحد وتسعين والالفين وثلاثة كانت الظروف الدولية كلها هي ضد العراق. حاليا الآن نقدر نقول أكوش حاليا رجع نظام، خلينا نقول يعني شبيه لأنه نظام القطبين. احنا صح الآن ما عندنا الدعم الدولي، لكن احنا دنسعى جاهدين لأن ننال أولا اعتراف بعض الدول، لا سيما أن تكون هذه الدول هي من الخمسة الأعضاء دعمية العضوية مجلس الأمن ليعترفوا بالثورة العراقية. هذا على كخطوة أولى، كخطوة أولى نريد من العالم أن يعترف بالثورة العراقية ثورة تشرين، ومن ثم الخطوة الثانية سوف نطالب هذه الدول بدعم هذه الثورة، بدعم شباب العراق المنتفض، هذا الشباب اللي هو فعلا يمثل الشعب العراقي وليست حكومة المنطقة الخضراء. كيف هذا الدعم؟ هذا الدعم احنا نطلبه دعم اعلامي، نطلب دعم سياسي، يعني هذا الشيء اللي احنا بدنا نشتغل عليه. احنا حاليا عندنا سيد علي الامم المتحده بممثلتها جينين بلاسكارت موجوده في العراق، عندما تطالبون باسقاط النظام تتحدث هي في تقاريرها بان الشعب خرج لمطالب منها محاربة الفساد والقضاء على الفساد وما إلى ذلك، يعني هم لا يعترفون بمطلبكم الرئيس اللي هو إسقاط النظام وإنهاء هذه العملية السياسية، ينظرون إلى مطالب من وجهة نظرهم. إذن بالتالي كيف تستطيع إقناع هذه الجهات الدولية أنك تريد إسقاط النظام وإنهاء حكم هذه الأحزاب الفاسدة؟ سيدي احنا كان يعني اذا نقنعهم بشيء جدا بسيط يا اخي، كل ما بني على الباطل فهو باطل. بلد تم غزوه بموجب قرار امريكي،
طيب. ولم يكن إلى اعتراف ولا إلى مظلة دولية. هذا أولا. أساسا هي ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة، احنا عرينا موقفها وكشفناها وفضحنا موقفها اللي هو المناور السيء للثورة. نعم يا أخي، هو كل ما تم بالعراق أساسا ما تم على أسس أنه دولية وأممية صحيحة، تم بقرارات أمريكية انفرادية فقط، ومساعدة التمويل كان في حينها أمريكي والكويت وكانت الكذا، ومعروفة نعم. الأسباب يعني ومعروفة المسببات كلها. فاليوم العالم احنا دريد نوعيه، يعني انت مثلا لاحظت إدارة ترامب يمكن مرتين أو ثلاثة قال غزو العراق كان خطأ فادح وخطأ تاريخي. طيب هل اعتذر عن الغزو؟ لم يعتذرون. اليوم بدنا نطالب الحكومة الأمريكية، تعالوا أنتم اليوم رئيس جمهوريتكم قال هذا كذا وكذا، من أحد من عندكم راح يعتذر عن هذا الغزو؟ لأن هذا الغزو نتيجة ملايين الشهداء العراقيين والمهجرين والمغيبين والمخطوفين إلى آخره من المسميات. احنا اليوم يا اخي احنا ثورة فتية. انت اليوم اذا اردت ان تطاع فاطلب المستطاع. احنا ما نقدر نجي نقاتل على العرب بثورتنا وباجسادنا اللي ما نملك غير بس جسدنا وعلمنا، وبنفس الوقت احنا نقارع الميليشيات نقارع الاجهزة الامنية، وبنفس الوقت احنا نفتح خطوط مع باقي دول العالم وعبر طيب. مع المنظمات الأممية. احنا ما عدنا هاي كلها، ما عدنا شيء. احنا تمويلنا هو تمويل ذاتي من 5000 دينار والعشر آلاف دينار والكارت مال الهلكر كارت التليفون والموبايل نجمعهن ونسوي لنا شغلة وعملة ونجيب لنا خيامة. احنا ما عدنا اخي، احنا وصلنا مرحلة حتى اللي يجيب لنا معجون طماطم وزيت السمن حتى نطبخ بالخيم خلت الحكومة انه هذولك كذلك تقطعهم عنا، صارت تعتقلهم وتطاردهم وتراقبهم وقطعت من السعدون. انت من يم نادي الألوية من الشراتون قطعت الدخول الى شارع السعدون، ناهيك عن الافرع ما من ابو نواس وجهه البتاوين يعني فش نسوي احنا؟ ساعود لك بعد قليل سيد علي، خليك لو سمحت اصبر ولنا صبر شويه. نعم. احنا ثوره فتيه بعدنا راح سيد علي عزيز، ارجو منك ان تبقى معي نكمل الحديث معك بعد قليل. دكتور قحطان، هناك جانب لعبت عليه احزاب السلطه وهو جانب الدين. في تاريخ 7/8/2015 عضو الهيئة القيادية في المجلس الأعلى الإسلامي بالنجف صدر الدين القبنشي قال بأنه توقيت المظاهرات يعني 25 في تظاهرات عفوا 2015 قال بأنها توقيت غير مناسب وشكك في نواياها، وذكر أن هدفها العودة إلى الحكم اللاديني. في ثورة تشرين خرج عبد المهدي الكربلائي بإحدى خطبه قال بأنه احذري يا حكومة واحذروا يا سياسيين وإلا سيذهب الحكم لغيركم، هذا نص تصريحه. لماذا تدخل هذه الجهات الدينية في الأوقات الحرجة في هذه الثورات لتكون عامل محبط للمتظاهرين، عامل أيضا مكسر لمقاديف هؤلاء الثوار أو المتظاهرين الذين خرجوا من أجل الإصلاح الذي أيضا تدعو إليه هذه الجهات الدينية بين حين وآخر؟ طبعا للأسف الشديد أن الدين في العراق مسيس، وهناك تناغم وتكامل ما بين فاعلية ووجود وامتيازات الجهات الدينية وبين طبيعة النظام القائم في بعد 2003. نعم. وبالتالي لابد أن تكون هذه المجاميع التي أتت باسم الدين بالأحرى باسم المذهبية الطائفية موجودة لكي تؤمن سلوكيات ومصالح وامتيازات الجهات الدينية. هذا العلاقة للأسف الشديد الآن صدعت ليس لأنها اختلفت فيما بينها، ولكن لأن حقيقتها تكشفت وأن الأعمال التي أبرمت والتي أنجزت دلت على أن هناك تقاطع كبير ما بين قناعاتهم الحقيقية وبين سلوكياتهم، وبالتالي حوجت هذه المجاميع الدينية والجهات الدينية مما اضطرت إلى أن تأتي إلى ما يسمى بالعصا من الوسط إن صح التعبير. مثلا مبدأ اختاروا الأصلح، المجرب لا يجرب، كلمة عائمة قد تدلل على أنه تغيير إيجابي وقد تدلل على أنه تمرير، لأن المجرب السيء لم يتم تحديده. وبالتالي هذه عملية تكيف ذاتي مع المتغيرات. أكيد الجهات المعنية بالشؤون الدينية والجهات المعنية بالشؤون السياسية تحاول أن ترمم حالها وتعطي شيء من إيجابية، ولكن المعضلة أين تكمن؟ تكمل أن هذه الجهات كلها هي مرتبطة بأجندات خارجية، وهذه الأجندات الخارجية لا تسمح بتعزيز الدين كدين ولا تسمح بإنهاض العراق كدولة.
وبالتالي يجب أن تعزز القضايا المذهبية الطائفية لتبقى حالات التقاطع قائمة وينهى عراق كدولة، وبالتالي تصبح هناك تناغم. لذلك تحاول هذه الجهات الدينية بعض الأحيان أن تدعم الجهات السياسية أو تبرر. لذلك قلنا قبل قليل أن ثورة تشرين تجاوزت المسميات الدينية بدون استثناء وارتفعت عنها ونادت بالوطنية كاملة. نقطة أريد أن أذكرها للحاضر المشاهدين ولأخي الأستاذ علي عزيز لكي نكون دقيقين، أن الأمم المتحدة هي مؤسسة دولية قانونية في العراق، وبالتالي طبيعة العمل أنا أحكي بشكل عام على طبيعة العلاقة ما بين الأمم المتحدة وأي دولة، أنها تتعامل مع النظام الرسمي للدولة وليس مع أي طرف آخر. عندما تتغير إرادة أو مواقف الأمم المتحدة ككل بناء على قرارات لأطراف دولية فاعلة في الأمم المتحدة يتم تغيير السلوك. إذا نحن نعمل على إقناع أطراف دولية فاعلة حتى تؤثر على الأمم المتحدة لكي تتخذ قرار معين يكون بضوء ذلك ملزم الأمم المتحدة بأن تتبع قرار الأمم الذي سوف يصدر إن شاء الله. سأعود إليك بعد قليل دكتور قحطان. أستاذ حسين، بعد 10 سنوات من المظاهرات لابد أن هناك رسالة قد وصلت إلى أروقة المنطقة الخضراء، لكن مع هذا لم نرى تغييرا، لم نرى ولو تعديلا بسيطا بسلوك السلطات الحاكمة، يستمر نهج القمع. ما هي الرسالة التي برأيك وصلت إلى هؤلاء، ولماذا لم يتغير سلوكهم حتى هذه اللحظة؟ يعني هو في الحقيقة هناك تغير، وإن كان تغير نسبي بسيط لا يرقى للمطالب الشعبية، لأنه حكومة الكاظمي وحتى حكومة عادل عبد المهدي، استقالة عادل عبد المهدي في حد ذاتها استجابة لطلبات المتظاهرين، وإن كانت تمت بطريقة التفافية احتيالية، والمطالب التي يعني ليست المرجعية هي التي أمرته بذلك؟ أمرته بذلك، لكن هذا الأمر كان رد فعل حقيقي واستجابة للمطالب المتظاهرين، وربما هي كانت الغاية ليست الإصلاح كما ذكرنا، وإنما كانت لأجل امتصاص كما ذكرنا في قضية المئة يوم، أنها امتصاص وتخدير للمنتفضين من هناك بعض الاستجابات، تم تغيير قانون الانتخابات، لكن كما قلنا هذه تدخل في إطار التغييرات المطلبية الجزئية، التغييرات والمطالب الحقيقية في تغيير النظام، في إسقاط هذه العملية السياسية، أمر بيننا وبينهم مفاوز كثيرة لأسباب كثيرة داخلية وخارجية. كما ذكرت أخ محمد أنه عملية التغيير، عملية استجابة الحكومة للتغييرات والمطالب الثورية لابد أن تكون يعني لابد أن يتم الاستجابة الحقيقية لهذه المطالب ولو بعد حين. الشعب العراقي أثبت أنه عصي على الكسر، وتكرار الانتفاضات، تجدد الثورات ليس منذ 10 سنوات بل حتى منذ 2003 كانت هناك مطالب، لكن كانت تتخذ أشكال مختلفة. الرسالة الحقيقية التي أرادت ثورة تشرين وما قبلها من الثورات أن الشعب العراقي سيحقق التغيير، سينتصر لمطالبه، سينتصر لثقافة التعايش التي حاولت إيران والولايات المتحدة والأحزاب الطائفية في العراق زرعها بين مكونة الشعب العراقي طيلة 18 عاما كما أسلف الكثيرون. وهنا أشدد على جزء مما ذكره الأخ علي وذكره الدكتور قحطان بأن هذه المطالب الشعبية وصلت بشكل واضح لأقطاب السلطة في العراق، لكن عملية استجابة تتخذ فترات، لأنه الدولة العميقة، المتغير الخارجي، الضغوط التي تمارسها حتى كارتلات ومافيات الفساد في العراق تمنع الاستجابة الحقيقية لهذه الثورات، ولأن الحكومة مرتبطة بأجندات خارجية وبمافيات السلطة والصفقات في العراق، ولذلك ترى أن عملية استجابة للمطالب الحقيقية في التغيير لن تكون إلا بعد ربما يعني ثورة حقيقية تنجح أولا في توحيد مطالب الشعب العراقي، ثم نأمل بعد ذلك أن يكون هناك تغيير حقيقي. لذلك نحن نوصي شبابنا وأخواننا في الميدان بالصبر بالصمود، لأنه هذه الثورات أسبابها ما زالت قائمة وتكرارها أمر وارد في كل لحظة، وندعوهم أولا بالمحافظة على أنفسهم بتكييف الأساليب الحقيقية للثورة، تنويع
وسائل وأساليب التصدي لهذه الحكومات، وبالتالي الأمل كل الأمل في أنه تتحقق مطالب الثورة الحقيقية ولو بعد حين. أستاذ حسين، بإجابة سريعة لو سمحت حتى أنتقل مع حضرتك إلى سؤال آخر، كيف تابعت الدور الإيراني فيما حدث من مظاهرات حتى اليوم؟ يعني إيران كل الناس يعرف أنها المستفيد الحقيقي من بقاء هذه العملية السياسية، المستفيد الحقيقي من بقاء هذا النظام، النظام الإيراني وفق المنظومة التوسعية التي انبنت عليها ولاية الفقيه منذ 1979 تحاول السيطرة والتمدد باتجاه المجاور، وللأسف كانت الدول الجوار كلها سهلة إلا العراق، لذلك عملوا بالتعاون مع الولايات المتحدة على هدف مشترك وإسقاط هذا النظام القوي. وكما ذكرت قبل قليل فإن الدور التاريخي للعراق دور مؤثر في المنطقة، ولذلك كان العمل على إسقاطه يجري منذ سنوات طويلة. اليوم الميليشيات الولائية بل الحكومة نفسها مرتبطة بشكل عضوي بالمنظومة الإيرانية. الحصار على إيران لم يجدي نفعا في طيلة فترة ترامب وحتى ما قبل ترامب. لماذا؟ لأن التمويل كان يتم عن طريق الحكومة العراقية، سواء بالنفط الذي النفط الإيراني المهرب الذي يصدر باسم العراق، الصفقات الكهرباء والغاز مع النظام الإيراني، رغم وجود وعود كثيرة من دول مجاورة بتوفير الغاز بأسعار مناسبة. عملية كون العراق ممر وترانزيت بين سوريا وإيران، وصولا إلى ما يسمى اليوم طريق السبائل الذي يتم التحضير له إلى الحدود مع سوريا ثم إلى لبنان. فلذلك إيران تعمل بكل ما لديها من أوراق، بكل ما لديها من وكلاء على إبقاء المنظومة الحالية مهما كانت الدماء ومهما بذلت في سبيل ذلك من أوراق وضحت بكثير من أوراقه، وللأسف أن يتم ذلك بمن يحسب على العراق من أفراد وشخصيات. سأعود لك بعد قليل دكتور قحطان في دقيقة لو سمحت، لأن الوقت انتهى الآن ونحن نتحدث. قبل قليل سقط شهيد آخر في مدينة الناصرية من المتظاهرين في ثورة تشرين، هذه الدماء التي تسيل، ورغم هذا تتحدث الحكومة عن الاستماع لمطالب الناس ويوعز مصطفى الكاظمي إلى قواته كما يقول بإيقاف العنف ضد المتظاهرين. إذن لماذا يسقط هؤلاء الشهداء أو يرتقوا؟ الله يرحم الشهيد ويرحم شهداء العراق أجمعين وللجرحى رحمة الله الواسعة. هذا دائما نؤكد وهم يؤكدون أيضا أنهم كذابون، لا علاقة لهم بما يقولون، لا علاقة لهم بالعراق ولا بمستقبله ولا بإخراجه من المعاناة. هذا يؤكد على أن كاظمي وسواه جميعا سراق لقوت الشعب للعراق لحاضر المستقبل. شكرا جزيلا لك دكتور قحطان الخفاجي أستاذ العلوم السياسية، كنت معنا عبر سكايب. أستاذ حسين، في سؤال أخير، يدفع الآن من في السلطة باتجاه الانتخابات، هل تؤمن بهذه الفكرة أصلا في العراق أنها تقوم في ظل وجود الميليشيات والسلاح والسلطة؟ يعني في الأصل هو الانتخابات أحد وسائل تغيير السلطة، لكن في بلد مثل العراق لا وجود للسلطة حقيقية، بل لا وجود للدولة بشكلها الحضاري والعصري والقانوني والسياسي. تصبح عملية الانتخابات كأنها يعني مثل ما يقول العراقيين تخوط بصف الاستكان، يعني أنت تحاول التغيير لكن بوسيلة غير ناجحة، بل أثبتت يعني أنت ليس هنا تحاول تجرب، لأنه في العراق أصبح معلومة عند كل العراقيين المجرب لا يجرب. صحيح. أنت الآن في وسط منظومة لا تقبل بالتغيير السلمي، والانتخابات إحدى وسائل التغيير السلمي. الآن المستطيل على السلطة لا يسعون للمشاركة فضلا عن ترك مناصبهم، فكيف تؤدي الانتخابات إلى تغيير حقيقي في المنظومة العراقية؟ لذلك أنا أقول الانتخابات وسيلة غير ناجحة في ظل الظرف الحالي، ما لم تتغير المعطيات ويكون هناك ضغط دولي لتغيير حقيقي في العراق. شكرا جزيلا لك أستاذ حسين دلي الصحفي والإعلام العراقي، وأيضا مشاهدينا الكرام نكرر شكرنا للدكتور قحطان الخفاجي أستاذ العلوم السياسية كان معنا عبر سكايب من بغداد، وأيضا كان معنا أيضا عضو اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين السيد علي عزيز عبر الهاتف، وللأسف لم يشارك معنا السيد محمد الخياط وهو ناشط في التظاهرات. نلقاكم بإذن الله، إلى اللقاء.